عليكم، خديجة طنطاوي، مديرة الملتقى الإفريقي الأول في مدينة الدار البيضاء للتعاونيات الإفريقية. كان الهدف من هذا الملتقى هو دمج أو محاولة جمع جميع التعاونيات الإفريقية من الجنوب إلى الشمال في القارة الإفريقية لما تصغر بها من غنى ومن أشياء والعمل النسائي المتميز. فقررنا القيام بهذا الملتقى الأول بعدما وقعنا اتفاقية في الكونغو برازافيل مع نساء المقاولات في الكونغو. لباس اليوم كان لباس نوعا ما متميز، لأن الثوب كما ترون هو ثوب إفريقي، لكن الخياطة هي خياطة مغربية. المجوهرات هي مجوهرات إفريقية، فهذا الجوهر الإفريقي، ولكن الحامل هي مرأة مغربية، بما معنى أن القارة الإفريقية تزخر بكل شيء، فقط علينا التعاون والالتحام. كان هذا هو الهدف، وأتمنى أن نلتقي في الملتقى الثاني والثالث والرابع. وأشكر شكرا كثيرا أصوات التي كانت هي السباقة إلى تغطية هذا الحدث. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.